الصيداوي. أهلا بك أستاذ رياض، كيف يمكن أن نقرأ كل التطورات في الجزائر على صعيد موضوع الانتخابات الرئاسية؟ طبعا الجزائر شهدت ما نسميه في العلوم السياسية بسقوط نظام رئيس الدولة، يعني ثورة توفرت عواملها الثلاثة: راديكالية المعارضة الشعبية ومطالبتها برحيل النظام بدل إصلاحها منذ 22 فبراير الماضي، ثم تفكك النخب الحاكمة، ثم وهذا أهم شيء موقف الجيش، حياد الجيش في الأول، ثم ضغطه لرحيل بوتفليقة وجماعته، والآن هم أغلبهم في السجن. إذا ما يحدث بعد ذلك هو ما نسميه بالحمى الثورية، بمعنى أن الأمور لن تستقر في 24 ساعة بضغط زر، وإنما ستتواصل ربما أشهر وربما حتى سنوات مثل تونس اليوم، أي الحمى الثورية حتى يستقر نظام جديد ويولد نظام جديد. طبعا الانتخابات في 4 يوليو مستحيل. نعم، هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه. هذه الحمى من بعد الثورة أو يعني كل التطورات التي حصلت ستؤدي إلى نتيجة واضحة ترضي الشعب الجزائري الذي توجه إلى الشوارع والميادين، أو ستكون فقط مرحلة مؤقتة يمكن أن تنتهي بفراغ؟ الفراغ من الناحية الشكلية الدستورية، نعم، بعد 4 يوليو ثم فراغ بما أنه لم تحكم الانتخابات في وقتها، لكن أيضا في الأنظمة السياسية نستطيع أن نعمل شيء اسمه مرحلة انتقالية، مرحلة استثنائية. لما تحدث ثورة أو سقوط نظام فثم مرحلة استثنائية غير عادية، ليست هي مرحلة البناء الجديد بعد هدم النظام، وهنا ممكن تحدث ندوة وطنية، ممكن تأجيل انتخابات إلى غرة نوفمبر القادم باعتباره عيد الثورة الجزائرية، عيد غرة نوفمبر 1954، تفجير الثورة ضد فرنسا. كما أن 4 يوليو هو موعد أيضا رمزي لأنه استقلال الجزائر، إذا ممكن أن يحدث ذلك. في كل الحالات المؤسسة العسكرية بقيت مع الشعب وطمأنت دائما أنها مع الشعب وضد العصابة، وكل مرة تتدحرج رؤوس، وشاهدنا رؤوس من الوزن الثقيل جدا مثل السعيد بوتفليقة وقائد المخابرات السابق محمد مدين وهم في السجن الآن. ثم الحراك يطالب برؤوس أخرى، يطالب بالبعات الثلاثة، هو بالذات الحراك تستفزه الوجوه القديمة التي عاشت 20 سنة، عبد القادر بن صالح مثلا يستفز الحراك، نور الدين بدوي كوزير داخلية سابق يستفز الحراك. حسب رأيي المرحلة القادمة هي الاتيان بحكومة مؤقتة ترضي الحراك وتكون متنوعة، يعني نعم. يعني أيضا تعكس التوازنات السياسية والإيديولوجية. سيتحقق نعم. ما يرضي الحراك سياسيا؟ أعتقد ذلك، لأنه كل ما تقوم به المؤسسة العسكرية، وعلى فكرة من الناحية الدستورية المؤسسة العسكرية لا يحق لها أن تعطي أوامر سياسية، لكن سوسيولوجيا نفهم من خطابات أحمد قايد صالح قائد هيئة الأركان والإشارات التي يقدمها في بعض الأحيان تلميحا وليس تصريحا، نفهم الخط العام. أعتقد بسقوط الباءات على الأقل الثلاثة التي ينادي بها الحراك، ثم بتشكيل حكومة انتقالية ذات إجماع. لكن لا ننسى الشيء ونحن في دار العلوم السياسية، هذا الحراك المجمع ضد النظام سيأتي يوما وينقسم نعم. إلى أحزاب وتيارات، وبدت الانقسامات فعلا، ثم صراع على ساحة لابلاس أودان، على ساحة أودان في الجزائر جنب البريد المركزي نعم. من يحتل هذه الساحة بين تيارات سياسية وإيديولوجية مختلفة، وهذه شكرا. مسألة طبيعية جدا على فكرة نعم. ليست حالة خاصة بالجزائر. نعم، شكرا جزيلا لك من جنيف مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية رياض الصيداوي على هذه المداخلة.